الحاج محمد، مشكلة زوجة الابن حاج محمد دي علشان تنتهي أنا هنحيك جانبا وهنحي والدها جانبا، وهطلب منك إنك تنتدب واحد من الصالحين من طرفك وواحد من الصالحين من طرف الزوجة، وهما الاتنين يقعدوا مع الولد ومع البنت ويسمعوا ويحكموا بما يرضي الله بين الطرفين، حتى إنه الولد لو له حق ياخده والبنت لو لها حق تاخده، حتى تستقيم الحياة بين الطرفين. فإن استحالت وامتنع الإصلاح وامتنع الحل، أنت عارف الخطوة اللي بعد كده. لكن مسألة إن هم لازم ياخدوه يعيش عندهم، أنا مش عارف الدافع اللي ورا الأمر ده. لكن لو مفيش مشكلة وهم بس عايزين بنتهم جنبهم، فده مش من حقهم. لو مفيش مشكلة ومفيش دافع الناس دي ان هي تعمل كده، فده ليس من حق الناس دي ان هم ياخدوا بنتهم ويقولوا له تعالى عيش عندنا خميس وجمعة وبنتنا تقعد عندنا. طب انتوا متجوزينها ليه؟ هي مش متجوزة عشان تقعد عندكم وهو يجي لها خميس وجمعة. المفروض العكس، ان هي تعيش عنده، ولو ظروفه تسمح ان يوديها خميس وجمعة عندكم يعمل كده.